شارك عدد من نجوم الفنانين الايام اللي فاتت في حفل فني بمناسبه يوم اليتيم بمشاركه عدد كبير من الاطفال من دور ايتام مختلفه. من بين الفنانين اللي قابلناهم واللي احيوا الحفل الفنان الشاب محمد قماح اللي عبر عن سعادته بمشاركته في رسم بسمه على وشوش الايتام. سعيد ان انا بشارك في حاجه زي كده. انا عامه يعني الحمد لله الناس عارفه عني ان انا بحب ان انا اشارك في اي حاجه خير. بتبقى حلوه ان الواحد يجي ويشارك ويخلي الاطفال تبقى مبسوطه. فانا بالنسبه لي انا بتبسط لما بعمل كده يعني. اما كشف لنا كمان عن اخر اغنياته اللي هيطرحها في السوق الفتره اللي جايه بعد نجاح اغنيته الاخيره يا حبيبي اللي نزلت في عيد الحب. اخر حاجه عملتها كانت اغنيه في الفالنتاين، وفي اغنيه تانيه نزلت لسه نازله من 3 ايام اسمها يا حبيبي وانا مش قدامك، والالبوم هينزل الاسبوع الجاي باذن الله. هتبقى يعني ان شاء الله يعني الالبوم يعجب الناس، وانا يعني اشتغلت عليه من كل قلبي، وان شاء الله باذن الله يوصل للناس زي ما انا تعبت فيه يعني.